بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد، بدر التمام ونور الظلام وغاية الغمام، وعلى آله. واعلموا أن فيكم رسول الله، حتى منك مغروز جواك. ده احنا بنتجوز على سنته وبندفن على ملته، ده احنا ألفاظنا وثقافتنا ومصطلحاتنا واخدينها منه صلى الله عليه وآله وسلم. ده احنا هنا عندنا في مصر لما يجي لك ضيف غالي عليك تقول له ده احنا زرنا النبي. ولما تلاقي ناس بيتخانقوا في الشارع حتى لو مش مسلمين بتقول لهم يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وإحنا هنتخلق مع بعض بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه. هنعيش مع سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه 30 حلقة. هنتعلم منهم إزاي نقدر نطلع من نفسنا أحسن نسخة نقابل بها ربنا عز وجل، عشان تقابله يوم القيامة بقلب سليم، زي ما هو قال سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنتعلم من سيدنا المصطفى ومن الصحابة الثقة في الله تبارك وتعالى، اليقين، الصدق، بر الوالدين وكمان بر الأولاد. وهنتعلم إزاي نعامل الكبار والصغار، إزاي نعامل حتى أعدائنا ونحولهم إلى أحباب. النهاردة معانا أول صفة هنتعلمها من سيدنا رسول الله وأصحابه الكرام، ولما نقول أول فلا أول إلا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سيدنا الصديق كان ثاني اثنين في كل شيء، كان ثاني اثنين في الإسلام، وثاني اثنين في الهجرة، وثاني اثنين في الغار، وثاني اثنين في إمامة الصلاة، وثاني اثنين في الخلافة، وثاني اثنين في القبر. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحسن الأصحاب أنفعهم لصاحبه. فكان هو صلى الله عليه وآله وسلم أنفع الناس لصاحبه، لأن سيدنا أبو بكر الصديق كان صاحب سيدنا رسول الله من قبل حتى النبوة. فكان هو صلى الله عليه وآله وسلم أنفع الناس لصاحبه لأنه كان أول واحد دعا للإسلام فنفعه بالإسلام، فأسلم سيدنا أبو بكر الصديق مباشرة. والصفة اللي هنتعلمها النهاردة من سيدنا رسول الله وسيدنا أبو بكر هي صفة الصديقية، التصديق. لأن سيدنا أبو بكر أول ما سيدنا رسول الله دعاه أسلم مباشرة من غير تردد. عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد دعوته إلا نظر وتردد وعكم، يعني قعد يفكر، إلا أبو بكر ما إن دعوته حتى أسلم لله عز وجل. صفة التصديق من أعظم الصفات اللي ممكن تتعلمها في حياتك. لما تتحلى بهذه الصفة مع صاحبك في رحلة الحياة، سواء كان شريك الحياة أو كان صديقك، عمر ما حد يقدر ياخد مكانك وتبقى أحسن صاحب لصاحبك. لأن حتى لو الناس كلها كذبوا هيبقى عارف أن أنت في ظهره وأن أنت مصدقه. وأعظم حد عمل الصفة العظيمة دي هو سيدنا أبو بكر الصديق. ويكمل سيدنا أبو بكر رحلة التصديق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحد ما نيجي في يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله كان نايم عند الحرم حزين ومكسور بخاطره، لأن قبلها على طول كانوا أهل الطائف أذوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخيل حضرتك، البلد كلها كانت بتجري ورا سيدنا رسول الله وبتؤذيه، فنايم حزين. ربنا لا يمكن يسيبك زعلان يا سيدنا النبي. ينزل سيدنا جبريل من فوق 7 سماوات ويقول له: قم معي يا محمد. فسيدنا محمد يقول له: إلى أين يا جبريل؟ قم معي إلى لقاء الله. وكأنه عاوز يقول له: لو أهل الأرض ما يعرفوش قيمتك يا سيدنا محمد، تعال تفضل علشان تعرف قيمتك عند أهل السماء. ويطلع سيدنا رسول الله رحلة الإسراء والمعراج المعروفة، وبعد ما خلص الرحلة نزل مرة تانية إلى الأرض، وكان لازم يحكي لقريش اللي حصل، لأن هو مأمور بتبليغ الرسالة. فيقف صلى الله عليه وآله ويبدأ يجمع قريش ويبدأ يحكي لهم حصل كذا وصعدت في السماء ورأيت كذا، ويحكي لهم، وتبدأ قريش تكذب سيدنا محمد. تكذيب لا ينتهي من قريش لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وابتدوا يعلوا صوتهم علشان يغطوا على صوت سيدنا النبي. وهنا في مجموعة من قريش قالت: احنا بقى نستغل الفرصة ونروح لأبو بكر الصديق نوقع بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله. ما يعرفوش سيدنا أبو بكر كويس، ويروحوا لسيدنا أبو بكر الصديق ويقولوا له: يا أبا بكر، أرأيت صاحبك ما يقول؟ شفت صاحبك عمال يقول إيه؟ فقال: ما يقول؟
قالوا يقول أنه صعد إلى السماء ورأى كذا وكذا وكذا. فيقول سيدنا أبو بكر جملته الشهيرة اللي خلدها التاريخ، قال: إن كان قال فقد صدق، أما إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه أنه يأتيه خبر السماء، أفلا أصدقه أنه صعد إلى السماء؟ وفي اللحظة دي سيدنا أبو بكر كأنه خاف على سيدنا النبي، حس إن كأن سيدنا النبي في كرب صلى الله عليه وآله وسلم. وسيدنا أبو بكر معاه حق، سيدنا محمد فعلا في اللحظة دي كان في كرب شديد. يخرج بسرعة سيدنا أبو بكر علشان يقف جنب صاحبه حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي اللقطة دي سيدنا محمد كان في كرب. إزاي؟ لأن في اللقطة دي بدأت قريش تقول له: طب يا محمد عشان نصدقك اوصف لنا المسجد الأقصى. كانت قريش عارفة ومتأكدة إن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله عمره ما سافر وعمره ما خرج بره مكة ولا راح ناحية الشام، فقالوا له: صف لنا المسجد الأقصى. يقول صلى الله عليه وآله في الحديث اللي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبو هريرة، قال: فكربت لذلك كربة شديدة، يعني حسيت بكربة شديدة ما كربت مثلها قط. إيه الكربة دي يا سيدنا النبي؟ ما أنا دخلت بالليل وخرجت بالليل. قال صلى الله عليه وآله: دخلت ليلا وخرجت ليلا فلم أرى المسجد الأقصى، ما شافوش كويس. وفي اللحظة دي ينزل سيدنا جبريل من فوق سبع سماوات ويرفع المسجد الأقصى على جناحه لسيدنا رسول الله ويقول له: يا رسول الله صف لهم المسجد الأقصى. فيبدأ سيدنا النبي يوسف يقول: بابه كذا منه كذا، مدخله كذا منه كذا. كل ده سيدنا أبو بكر واقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وردت بعض الروايات أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: فجعل جبريل يقلبه لي فوصفته من كل الجوانب. فبدأت قريش تعلي صوتها وتقول: كذبت. الرواية بتقول: فمنهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حث في وجهه التراب، ومنهم من سد أذنيه. فاللقطة دي سيدنا أبو بكر واقف يقول: صدقت، أشهد أنك رسول الله. كل ما سيدنا نبي يحكي حاجة يقول سيدنا أبو بكر: صدقت، أشهد أنك رسول الله. عشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس، جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. يا بخت حضرتك يا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاللهم خلقنا بأخلاق المصطفى وأصحابه، واجعل نوره يصحبنا في حياتنا، وارزقنا يا ربنا أن نكون من الصديقين، واجمعنا بحبيبنا في جنة النعيم. شوفكم الحلقة الجاية. شكرا، السلام عليكم. يا صاحب الخلق العظيم تحية أرسلك الله.